بسم الله وكفى والصلاة والسلام على أطيب الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر وهذه الأمسية الطيبة. برنامجكم برنامج مفاتيح التفاعلي الاجتماعي من قناتكم قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. أسعد كثيرا بخدمتكم، أنا إيمان أكسيل، أسعد وأتشرف بخدمتكم وأتمنى من الله تعالى أن أخدمكم بكل محبة وتفاني. مشاهدينا الكرام، اليوم موضوعنا حول إفشاء الأسرار. يقال أن الناس معادن، ويقال أيضا أن الإخلاص هو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه، ويقال أيضا أن البيوت أسرار. السر أمانة، السر عهد ووعد، السر وديعة تؤتمن عليها الأشخاص وتكون في بعض الأحيان أثمن وأغلى من الأموال. الأسرار أساس تبنى عليه العلاقات ويمكن أن تهدم أيضا على إفشائها. حفظ الأسرار من شيم الأبرار هو موضوع حلقتنا لليوم مشاهدينا الكرام في برنامج مفاتيح. ولهذا مشاهدينا أسعد باسمكم جميعا باستضافة أستاذي الكريمين الأستاذ محمد زغداني. أهلا، السلام عليكم أستاذ. شكرا بارك الله فيك أختي إيمان، تحية طيبة لك للمشاهدين الأكارم للبروفيسور بحكشاد، وأتمنى أن نقضي على مشكلة إفشاء الأسرار في هذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. على يميني أيضا البروفيسور رابح كشاد، مرحبا بك بروفيسور. مرحبا، شكرا جزيلا، أتمنى إن شاء الله تكون حصة مفيدة وممتعة برفقة أخي وصديقي محمد. إن شاء الله بإذن الله بروفيسور. نبدأ بالبدايات أستاذ بالجانب الشرعي، دائما كيف تعرف الشريعة ربما السر؟ هل كل حوار يدور بين شخصين هو سر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بداية الحديث عن السر كما كنا نتحدث في الكواليس هو حديث شيق، وحديث ربما حديث الساعة، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت وسيلة لأولا استقاء الأسرار الآخرين، وهذا ما يدخلنا في باب آخر وهو باب التجسس على الناس، ثم في إفشاء هذه الأسرار بأسرع ما يكون. ولعل نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت في هذا الباب تحديدا، حينما يحدثنا عن عذاب ذلك الرجل الذي كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يفتح فاه وتلقى فيه الحجارة من النار والعياذ بالله، فلما سأل قال هذا كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يكن الناس يتصورون الكذبة التي تبلغ الآفاق في لحظة ولا في لحظات وجيزة، لكن في زماننا نفهم فعلا بهذا المفهوم الذي نراه الآن بمجرد كبسة زر كما يقال، بارتاج، فتصل إلى الملايين بل إلى العالم كله في كل بقعة منها. وعلى هذا في الموضوع الحديث عن السر هو موضوع من الخطورة بمكان ومن الأهمية بمكان، حتى وإن تساهلنا فيه وتساهل فيه بعض الناس ونراها من الأشياء التي ربما من سقط المتاع، يعني نحكو في مفسدة، ما زلنا نحكو في السر في القرن الواحد والعشرين في 2022 نحكو على السر. نعم، سنتحدث عنه ونبقى نتحدث عنه لأنه أصل من أصول المعاملات بين المسلمين. نعم، وكل شيء من شأنه أن يفسد العلاقات بين الناس إلا وحاربته الشريعة، ومن بينه إفشاء الأسرار. بداية كما ذكرت، ما هو السر؟ هل كل ما نعلمه عن الآخرين هو سر؟ لا، كل ما يريد صاحب الشأن كتمانه عن الآخرين فهو سر. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام بلغة بليغة بسيطة بعبارات سهلة يبين لنا أنه إذا حدث الرجل الرجل بالحديث والتفت فهي أمانة، بمعنى فهو سر، والسر أمانة كما ذكرت في مقدمتك. نعم، هي وديعة وأمانة. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرح الأمانة قال لعلكم تظنون أن الأمانة هي الوديعة فقط، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الكثير من أنواع الأمانة من بينها السر أمانة، فإذا اؤتمنت على سر فوجب عليك كتمه عن الآخرين وعدم إفشائه، لأن في إفشائه قد يحدث الضرر بالآخرين، حتى لو لم يكن ضررا ماديا قد يكون ضررا معنويا ويؤدي إلى أن تفسد العلاقات بين المسلمين. ولهذا هنا تتدخل الشريعة فتقول لا يجوز
يحرم إفشاء سر الآخرين لأنه من شأنه أن يفسد العلاقات. فهو ذو طابع ديني، ذو طابع أخلاقي، ذو طابع اجتماعي، إما أن تتوطد علاقات الناس بحفظ أسرار بعضهم بعضا، أو أنها تفسد إذا انتشر فيهم إفشاء السر والعياذ بالله. أستاذ، قد تختلط الأمور بين الفضفضة وكشف السر؟ قد تختلط الأمور فعلا بين أن يفضفض الإنسان وبين أن يكشف السر على الآخرين. نعم. أنا ممكن أن أحدث بما جال في خاطري فيما يتعلق بي أنا. أما أن أجعل المسامرة والحديث والفضفضة كما ذكرت هو الحديث عن أسرار الآخرين، فهذا هو المحذور. وهذا المحذور أستسمحك في أن أقول أنه يكثر عند النساء أكثر. نعم. أنه ما يعرف عندنا في زماننا خصوصا بالعامية، عامية الوسط الجزائري، تقرعيج. نعم. بمعنى. نعم. التطلع إلى معرفة أخبار الآخرين وأسرارهم خصوصا، ثم إفشاء هذه الأسرار قصد التقرب إلى الآخرين، قصد ربما حتى الناس يتفاخرون أن أعرف الناس بأسرار الآخرين، وخصوصا مع كما قلت مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الهوس الذي أصاب الناس بإفشاء أسرار الآخرين وبين قوسين السبق في بيان معرفة الأخبار ونشرها. نعم، هذا السبق الذي يعني قد نتفهمه بين قوسين بالنسبة للإنسان محترف الصحافة، ولكن لعامة الناس لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحذرنا. قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا في قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحذرنا في هذا الباب فيقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت سمعت شيئا وقد يكون هذا من أسرار الآخرين، فإذا حدثت به قد تقع في محذورين اثنين. المحذور الأول هو إفشاء سر الناس، وهذا لا يجوز شرعا. المحذور الثاني قد يكون هذا السر مجرد كذبا فتقع في الكذب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جزم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فليس كل ما سمعته يمكن أن تنقله، أولا لابد أن تتثبت إن كان صحيحا أو لا للآية التي ذكرنا ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن تتبين أيضا هل هو من الأسرار التي يكتمها الناس أصحابها يكتمونها ولا يريدون إفشاءها، أم أنها من الأخبار التي يمكن إشاعتها بين الناس. وأعرف الكثيرين مثلا واحد ينجح في مشروع من المشاريع أو ينجح في دراسة حصل على الماجستير والدكتوراه، لا يحب أن يعلم الناس بهذا الموضوع. فتجد بعض الزملاء يتسابقون من يفشي هذا الأمر قبل الآخرين. قد يبدو للبعض أن هذا من الأمور المعلومة التي يعلمها الكثير من الناس، لكن بالنسبة للشخص اسأل الشخص ذاته هل هو يحب استئذان الآخر. نعم، يستأذنه لأن هذا المعلومة هي ملكه الخاص، ولا يمكن أن أنتزع من شخص شيء من ملكيته الخاصة وأعطيها للآخرين، هذا الخبر أعطيه بشكل مجاني أو بشكل مقابل دون أن أستأذن صاحب الشأن. وعلى هذا دائما علينا أن نتثبت، دائما علينا أن نتريث، وأن نفرق بين ما يمكن إشاعته بين الناس وما يمكن أو ما لا يجب أن نشيعه، بل هو من سر من اختصاص أصحابه. وربما في الحديث نبين بعض الأشياء الخاصة التي حذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانها حتى لا نقع فيها من حيث لا ندري. نعم، سنعود ونفصل أكثر في نقطة، خاصة النقطة التي تتعلق بتواصل ومواقع التواصل الاجتماعي. نعم. بروفيسور كشلد، لو نفصل أكثر في الأمر من الجانب الاجتماعي، بروفيسور، كيف يمكن للسر أن يضبط العلاقات بين البشر، خاصة بين الأزواج مثلا، في الصداقات، في بين الإخوة، في العائلات، في الأسر؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، من ضمن صوتي لأخي محمد. فعلا أولا موضوع الساعة، فقط يجب أن نفرق قبل شيء، هنالك المحترفين وهما مرة مثل في مرضى الكذب لميتومان، مرضى سرقة، ومرضى إفشاء الأسرار، هذو معفيين من حصة يحتاجون إلى معالجة. لكن الناس كما نقولوا إحنا كالسيار، مستحيل أنه يعني لا يفشي سرا. هذه أمراض في الشخصية، حتى أتكلم على الأشخاص، حتى أنه السر بروفيسور هو طاقة، كيف يمكن كتمانها؟ إذا كان طاقة، مش عارف هل هي طاقة أو غير طاقة، ولكن
نحن نعرف أن هذه الجوانب موجودة في بعض الناس مثل الكذب مثلاً بين الناس كذب هذا عادة وجههم للمعالجة أو سرقة اللي لا يستطيع أن يكبت سلوكه في سرقة فيوجه إلى العلاج مثل الصرف. نحن نتكلم على الأشخاص العاديين وملهوات صح التعبير. الآن هل يضبط الصرف؟ نجد في كثير من المجالات نتكلم على فقط بعض الإشارات مثلاً السر في المؤسسات قبل ما نتكلم الأسرة السر في المؤسسات يدمر مؤسسة إذا عامل مثلا موظف خرج سر صيغة تركيب مادة ما وتذكر أكبر شركات في العالم في الإعلام الآلي فالمدير العام يعني طرد موظفين لأنه خرج سر حول مشروع كان في طريق الإنجاز هذه أسرار استراتيجية نسميها أسرار استراتيجية يعني تخص مؤسسة. الآن نرجع إلى الأسر السر في داخل الأسرة هل ما يعني النقيض والنقيض إحنا نعرف أن لو نعمل جدول في قيم إيجابية والنقيض الكذب الصدق فنجد هذه القيم الإيجابية في المنظومة داخل الأسرة هي تقوي مسألة مهمة جدا هي الثقة. الثقة مهمة جدا الآن الثقة مادة تدرس في الحقيقة الثقة تدرس في كبريات الجامعات وتصبحت مادة تدرس كيف نبني علاقة الثقة هل إفشاء السر يعني يدعم الثقة أم يدمر العلاقة أكيد يدمر العلاقة فحتى تأثير هذه الأسرار حسب نوع السر عمق السر وطريقة إفشاء السر هذه يعني في كثير من مثلا تكلمنا على الآن الوسائط الاجتماعية لماذا الآن الوسائط الاجتماعية ربما تأثيرها أكثر لأن كانت في الطريقة التقليدية يجي صاحبه يقول له نعطيك سر على فلان ربما واحد زوج الآن لما تعملها في العالم ملايين العالم يعني تصوري أنت تعملي سر على إنسان ولا زوج بعض الأسرار نراهم الآن مثلا زوج أو زوجة زوجة على الزوج خاصة لما تحدث خلافات إلى غير ذلك فلما توصل إلى المرحلة هذه الآن السؤال الكبير توصل المرحلة هذه فهي أكثر تدميرا والوسائط الآن مستعملة تضعف عشرات المرات تأثير على الإنسان وفي بعض كثير من الأحيان ربما في بعض الأحيان تؤدي إلى الجنون تؤدي إلى الانهيار العصبي تؤدي إلى الانتحار لغدلك. ربما الآن الإشكال الكبير هل الذين يقومون بهذا العمل يعني يقيسون التأثير أو هم عندهم وعي بمدى التأثير ويكفي أن نطرح سؤال كل إنسان هذه بسيطة قاعدة بسيطة كل واحد لما يحب يقوم بأي شيء سر يوضع نفسه في هذا المكان قال أنا الآخر. بسيطة يسميوها في الاتصال لومباتي والآن فيها كثير من الدراسات في الجانب يطرح هذا السؤال لو كنت أنا في مكان آخر كزوج أو زوجة أي مكان ونفس المسألة معي هل أقبل ذلك إذا قبل ذلك انطلق لو يعمل تمرين مع نفسه فقط لكن تأثيرها على الأسر أكيد تسمم العلاقات في كثير من الأحيان تؤدي ربما ما عندناش معطيات دقيقة ولكن في حالات كثيرة أن أسرار أدت إلى الطلاق تدمر عائلات أدت إلى يعني تسميم الجو العائلي كان الناس عايشين مع أولاده مع مرته مع زوجته بدون ثقة أكيد ويجوا بعض الشياطين من المسؤولين شخصياً هذا الناس اللي يدخلوا هالأمر يعني ولو والسر يعني بعض الأحيان قطرة صغيرة أثرتها كبير قد يكون يعني خاصة اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي أنه الفيديوهات والهد والصور السر ليس بضرورة كلام ستدوم لسنوات قادمة تسريبات يعني مسألة موش يعني فيها أخلاقية أكثر من أي آخر يعني بامتياز هي مسألة أخلاقية مسألة إخلاقية تحتاج إلى في حقيقة تعمق في هذه الظاهرة ولكن في نفس الوقت الوقاية بأكثر يعني وسيلة ممكنة لأن هذه الظاهرة أصبحت تسمم العلاقات بين الجيران تصورتي مثلا بنت راح مثلا هذا أصبحت أشياء كثير نراها مثلا بنت يفشيوا سر معين وهنا ربما حتى في الجانب الديني أستاذ محمد يعني يفسرنا أكثر يعني بنت يجوا يخطبوها إلى غير ذلك يعني بعض الأسرار يدمروا لها حياتها نفترض أنها حدث ما حدث في الماضي هل يجوز أننا ندمر مستقبلها ولا نعطيها فرصة ما أبشع ذلك يعني فيه أسرار كثيرة تمس الحياة أخلاقيا غير مقبولة ولكن أكثر من ذلك فهي تدمر العلاقات قلنا سواء في المؤسسات رايح لليوم نركز ربما كثير الأسر لتهمنا أكثر ولكن السر يبقى سر إفشاء السر أراه أنه خيانة عظمى مهما كان نوعه. نعم شكرا لك أستاذ لإثراء النقاش أكثر مشاهدينا الكرام نترقب هذا الربورتاج مع الزميلة نوريا مشيش استطلاع أقول حول الأسرار حفظها من شيم الأبرار.
سر قراب سر حاجه يعني هو سر ودي جا. انا ما نحكي حتى لواحد، ما نكذبش عليك، انا في وقت ما مرتي ما نعاود لهاش، والله ما نعاود لها. انا نحكي في الحيط، انا كي يكون وقت حوايج ويتقالوا عليا بزاف نروح للحيط نحكي في الحيط، ولا ما مع ربي سبحانه قال لي بديها واش كاينها واش كاينها واش كاين، كيفاش نخفف على روحي من السر هذايا وتحبس. انا ما نحكي حتى ما نحكيش، ما مرتي نقول ما تحكيليش الاسرار تاعك، باسكو لحقنا لواحد الوقت الدراري العروسه نسيبو كدا وتكبر. الوغ يفو ميو انسان اللي عنده سر يشدو ما يحكيش، هذا واسمه سر، هو اصلا سر. كاين اللي يكون عنده سر دي فوا كاين وين يحكيه الاقرب، سوا ديزون كاين وين الراجل يحب يحكي مع يماه ولا عنده واحد اقرب ليه. عجل الام علاش دي فوا تمد واحد الحلول في العائله، انا نحكي لك على اونت فامي، يعني تمد الراي مليح باسكو مالغري تو يما انا كي نقول لها تقول لي يا وليدي دير كذا كذا، وكاين وين كاين واحد الغلطه يديروا حتى كيما يقولوا بعد لي جون في يحكوا الاسرار تاعهم. تقول لك صاحبتي ما كاين اسرار اللي عندهم يقولوهم ورائيات، هذه الورائيات هما اشياء يتخباو عند الانسان، يا تما يا يتاكد باللي ملاح يا ما يقولهمش. عجل الا خرج السر من نطاق تاع سر يولي فضيحه. دوك الا كان السر هذا راح يدمر عائله ولا يدمر واحد مع صاحبه يعني احبابه ويحكي لك سر وتروحي ديري بيناتهم، لازم تبقاي تحافظي عليه انه راك راح هذاك السر كي تخرجيه راح يدمر هذوك الناس هذو، سينو لازم تحافظيه. وكاين سر اللي سر يعني ماشي نقولوا احنا سر 100% تقدري تحكيه، وانما السر يعني اللي اثر واللي يدير مشكله لازم تحافظي عليه وماشي مليح ديري فتنه. دوك انت انسان هذاك صاحبه يجي يحكي لك يقول لك هذاك صاحبي درنا هذيك العفسه هذيك، وانت تروح تحكيها ممكن تفرقي بيناتهم، خليها بيناتهم خليهم راهم صحاب وسي كيفاش تحكمي السر هذا وهذا ماك. تحية مجددة مشاهدينا الكرام، وتحية أيضا لزميلة نوريا مشيش والفرقة التقنية المرافقة لها عفوا. مع الأستاذ زغداني نواصل دائما. أستاذ زغداني، نبقى دائما مع الأسرة بما أنها أهم لبنة في المجتمع، وأنه برنامج مفاتيح موجه أكثر للأسرة ولنتعلم أكثر أيضا مع بيت النبوة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم نساءه، كيف يعلم صحابته وحتى غلمانه والصبيان آنذاك حفظ السر وأمانة حفظ السر. نعم، لعل النبي عليه الصلاة والسلام ركز في هذه المسألة تحديدا إفشاء أسرار البيوت، قاعدة المعروفة التي يعرفها كل الناس أن للبيوت أسرار، لكل بيت أسراره التي إذا اطلع عليها الآخرون فإنها تدمر ذلك البيت. ولعل الأسرار الزوجية بين الزوجين هي أكبر ربما سر يمكن أن يفسد العلاقات بين الناس. نجد النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في أصحابه صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، لعل بعضكم يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يحدث بسرها ويحدث بخبرها، هكذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. يسكت الناس جميعا إلا إحدى الصحابيات كانت لها جرأة أن قالت بلى يا رسول الله إنهم يفعلون وإنهن يفعلن، بمعنى الرجال يحكون والنساء تحكين يعني في نفس الوقت. فيحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام إن من يفعل مثل هذا الفعل كشيطان، شوف التصوير الذي صوره النبي عليه الصلاة والسلام، كشيطان التقى شيطانة في الشارع فوقع بينهما ما يقع بين المرء وزوجه في على قارعة الطريق، وهذا أمر ممجوج تمجه النفس وتعافه النفس. شوفوا الطريقة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ذاتها التي استخدمها القرآن الكريم حينما قال في أن يأكل لحم أخيه ميتا، فصور هذا التصوير البشع حتى يتمجه النفس في الحديث بالنميمة في الآخرين، وكذلك بإفشاء السر بين الزوجين، فكأنه يعني في الشارع هكذا يعني
حتى يصور لهم بهذه الصورة البشعة، حتى يحرك النفوس. نعم، لأنه هذا كأنها علاج بالصدمة إن صح التعبير. نعم. يصدمهم بهذا الصورة التي تعافها النفس الأبية والنفس السوية، فينتهي ويتوقف الناس عن هذا، عن مثل هذه الأشياء. الآن في زماننا كما ذكرتي أصبحت للأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي تدخل بيوتنا في جميع تفاصيله، بل ربما من النساء من بلباسها داخل بيتها. نعم. تحط الجهاز الهاتف ولايف مباشر وش راح يدير في يومياتها وهذا يعني هذا من كشف ستر البيوت. الله عز وجل إنما جعل البيوت وجعل الأبواب وجعل هذا اللباس سترا لنا، العلاقات الزوجية أيضا ستر، وأقدس العلاقات هي العلاقة الزوجية. الله عز وجل يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بمعنى رباط قوي لابد من المحافظة عليه، وكل شيء من شأنه أن يفسد هذه العلاقة، أن يجعل هذا الميثاق الغليظ يجعله في خطر أن يكون فيه انشقاق أو يكون فيه قطع، فعلينا أن نتجنبه. وعلى هذا نحن دائما نحذر، والكثير من المشاكل الزوجية التي تصل إلى درجة الفرقة والشقاق والطلاق والمحاكم تبدأ بإفشاء السر خارج البيت. لعل الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا أنه إذا حدث خلاف بين الزوجين فتبدأ مسألة الإصلاح ومسألة التفاهم بين الزوجين كليهما. ثم إذا عجز فماذا يقول الله عز وجل؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فشوفوا تأمل معي العبارة التي استخدمها القرآن الكريم، حكما من أهله وحكما من أهلها، ليس أي إنسان بكل عدل. نعم، ليس أي إنسان نستطيع أن نوسطه في رأب الصدع بسبب خلاف من الخلافات الزوجية، لأن هنالك من الناس من إذا تدخلوا في مشكلة كالحبة يحولونها إلى قبة. منهم من إذا علم سر الناس أفشاه، وهذا مجال حديثنا. منهم من لا، من ربما ينقل ما يدور حول هذين الزوجين فعوض أن يرأى بالصدع فإنه يساهم في تشتيت هذه الأسرة. ولذا نحذر دائما أنه هذه البيوت هي ربما المحافظة عليها تقتضي الكثير من يعني الاحتياطات، من احتياطاتها حفظ السر بين الزوجين. الذي يتدخل بين زوجين للإصلاح بينهما قد يسمع من أسرارهم ما يسمع. يعني أذكر في هذا الباب علماء النفس أو أطباء النفس، الأئمة المرشدات الذين يتولون الإصلاح بين الناس، هؤلاء يسمعون الكثير من أسرار الناس، فعليهم أن يلزموا ويلتزموا حفظ أسرار الناس وأن لا يستخدموها ضدهم. في حال ربما أنا ساهمت في إصلاح بين اثنين بعد فترة اختلفت معه، فلا أستخدم ذلك السر من أجل أن أفسد عليه بيته وأفسد عليه العلاقات الزوجية أو الأسرية. وهذه مسؤولية عظمى لابد أن نرعاها، خصوصا أولئك الذين يتولون الإصلاح بين الناس ويتولون رأب الصدع داخل الأسر خصوصا. بارك الله فيك أستاذ زغداني. حتى الأوطان أستاذ كشاد، حتى الأوطان عندما تفقد الأمان يهجرها أهلها طبعا إلا الجزائر. إلى أي مدى دكتور كشاد يمكن لإفشاء الأسرار التحكم في قيمة الأمان بين الأفراد وخاصة بين الزوجين؟ أكيد عندما نقول إفشاء السر بمعنى أنك تضع كل الأوطان أو الأفراد تضعهم في موقع خطر. نعم. معروف، فمن بالك أنت كان مثلا أسرار تخص بلد مثلا، هذه خيانة عظمى أكيد. فنعرف أن هنا فيه القوانين موجودة، هنا تحل بالقوانين، فالقوانين موجودة، ولكن نتكلم المسؤولية الأخلاقية سواء كانت في الأسرة أو كانت في مؤسسة أو كان مستوى الوطن، هي قضية أخلاقية ومسؤولية. مسؤولية في معنى أننا الإنسان الذي يقوم بهذا السلوك، فهو السلوك في الحقيقة عندما يقوم بهذا السلوك يعني فيه اختراق أو خرق عفوا لعقد أخلاقي أكثر منه رسمي. العقد الأخلاقي سواء مثلا بين الزوجين، مثال رأينا بعض الحالات الزوجة مثلا تفشي السر زوجها في هكذا يعني في الكلام الجانبي. كيف يمكن أن نربي الزوجة أو نعود الزوجين على حفظ الأسرار حتى نفهم هذا التصور الزوجة، خاصة في الشهور الأولى والسنوات الأولى؟ ربما مسألة هي أعمق من ذلك، هي التصور. هل هي ربما لو تكلمي معها تقول هي بالنسبة لها ما هو السر،
حاجة عادية. حاجة عادية. تختلف عن قصدنا وعن غير قصد. تصور قد تراها أنها عادية. قد يكون ذلك، رأينا حتى بعض التسجيلات مثلاً في العرس مثلاً. صحيح. قد ولكن عدم تقدير المخاطر بإفشاء سر معين، هي تراها أنها مسألة عادية تكلم مع زوجها أو زوج يتكلم مع زوجها تاعو إلى غير ذلك. في بعض المسائل ربما عدم تقدير كذلك العواقب، لأن البيوت أو كلها هي أسرار. فالمسألة مهمة جدا، وهي كيف نحافظ على التوازن داخل الأسر. تكلمنا يعني هذا السر هو يمس كل المستويات. نتكلموا على الأوطان، نتكلموا على الأسر، نتكلموا على كل. فلما نتكلموا على قضية السلوك كذلك نتكلموا على ذلك الآخر. هل الآخر الذي يعني إحنا ما نتكلموا غير يفشي سر، وما نتكلموش على الذي يفشى سره أو هذا والآخر الذي في حقيقة يجد لذة في تلقي السر، وكأنه يشجعه على كأنه يشجعه ويتلذذ. في بعض الأحيان أصبح يدخل في النميمة والغيبة، أصبحت في بعض الأحيان الرياضة وطنية في حقها. يعني توجدوهم نهار كامل هذا يسمع وهذا يتكلم ويتناقل. فلو كان ما يكونش هذاك واحد اللي يسمع ما نظنش الآخر ما لمن سوف يبيع سلعته. فدائما موجود هنالك المستهلك بين مزدوجتين، المستهلك هو الذي كذلك يسمع السر. لو كان يجيني انا يقول لي نعطي لك سر على فلان، نقول انا ما يهمنيش، يلقى صدن ويروح لعند هذاك وراح هذاك. في النهايه فيه تربيه غير مباشره للاخر. لكن اذا وجد هو انسان يسمع له نهار كامل ويتلذذ، وما اكثرهم وما اكثرهم. نتكلموا على فئه الشباب، يعني خاصه عندها اسباب. احنا ماناش نلوموا في فلان وفلتان، احنا نحلوا الظاهره بكل موضوعيه. فيه مثلا الان قضيه ربما في بعض الاحيان اصبحت ترفيه، لحظه ترفيه. هذا الترفيه منين جاي؟ الترفيه فراغ، الفراغ تحت العمارات في الاحياء ما كاينش واش يديروا. هذا الفراغ يملا اما بالكذب او خاصه في كلام في عرض الناس، وعرض الناس يدخل فيها كثير من حصص تسريب الاسرار الى غير ذلك، والمتعه والضحك الى غير ذلك. فاصبحت قضيه ربما اكثر منها ترفيه لملء الفراغ، ولكن مخاطرها في حقيقه يعد ذلك للتربيه أكيد. ايضا نعم. لعلنا اسمحك تفضل استاذ ايمان. النبي عليه الصلاه والسلام هو يرشدنا الى حق الطريق، شيء يعني بسيط جدا. اياكم والجلوس في الطرقات، قالوا ليس لنا من مجلس الا فيها يا رسول الله، معناها حتى ما كان نجلس فيه الا الطرقات. الان المقاهي على قارعة الطرقات، والناس يفضلون الجلوس على مقاعد خارج المقهى على أن يكونوا داخل المقهى ليراقبوا الطالع والهابط كما يقال، واللسان يشتغل والعين تشتغل. فقال إن لم وإن كان ولابد كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر. أول شيء لا يكون الناس الإنسان يعني بصره في كل مكان على الطالع والهابط. استسمحكم في العبارة، وأنا أوجه الناس في المسجد نقول لهم كأنه الإنسان عنده سكانير اللي يجوز عليه يعني يسكانيه طولا وعرضا يفصله نعم بالتفاصيل. نعم. كف الأذى، رد السلام على الناس، لأنه في السلام إذا سلم عليك إنسان فأنت ترد له السلام، معناه كأنه إفشاء لمعنى أنني أنك سالم من لساني، الأمان تعطيه الأمان. نعم. فلا يستقيم أنه إنسان يسلم عليك وترد عليه السلام ثم تفشي سره أو تحدث بما يسوءه. كف الأذى وقمة الأذى فيما أتصوره هو أتحدث عن السر هو إفشاء سر الآخرين. شوفوا إنسان طالع إيه ولا غير تفكرت هذاك السيد هذاك النهار ذلك كذا وكذا 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 وتعلمون سر فلان أبديتين، كأنه يعيد نعم المعلومات. نعم نعم يتذكر معلومات الناس بمجرد رؤيتهم فيفشي اسرارهم ويتحدث عنهم فيقع في الغيبه ويقع في النميمه. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا اتوقف عندما كان يقول البروفيسور لولا وجود اولئك الناس الذين يستمعون ويستمتعون بالسماع لما كان هنالك الناس الذين يتحدثون. هنا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا تحدث شخص بشيء يسوء الاخرين فعليك ان تقول توقف، هذا حد من حدود الله عز وجل، علينا ألا نتجاوزه ونتوقف ونتحدث في أعراض الآخرين وأسرارهم. نعم، شكرا لكما أستاذي الفاضلين. نتلقى اتصال محمد من تمن راست. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك.
السلام عليك استاذ الفاضله، والسلام للشيخين الكريمين شيخنا محمد زغداني والبروفيسور وكل المستمعين والاوفياء. تحياتنا لك محمد ولكل اهل تمنراست. شكرا سيدي الفاضله، شكرا. شوف سيدي الكريم، من واجبنا كمسلمين اول حاجه، ثاني حاجه يعني مثلا الانسان كيجي زاير انسان، زاير انسان في داره والله صديق والله حضرت حضره، ماذا بيا هذيك الهضره نكون امين عليها، ما نديرش السر. والله مثلا يجي داخل الدار احيانا الامور العائليه هذه يجي داخل تلقى انفجار بين الاخت واخوها ولا بين الزوج وزوجها، ماذا بيا خليها ثم، يعني ما شفت ما سمعت ما رايت، يعني نتقي الله ونعرف بلي من ستر مسلم ستر الله يوم القيامه، وهذاك السر حفظ. ونختم بحاجه باختصار، جزاكم الله خير، خطره كجينا الدار كان كنت رجال وكان امراه، كان راجل مع الزوجه نتاع وشغل نقولوا بالانجليزي كنا نقولوا باللهجه نتاعنا كيتعيطوا، نطق واحد السيد قال لي هاك عباره، قال لي محمد واش راه يقول؟ يعني احنا في امور اجتماعيه وامور عائليه، فكرت الايه القران الكريم، قلت ليه قال لها الطيبات والطيبون، يعني رحنا كثير في نفسي، قلت ليه قال الطيبات والطيبون، تبسموا لي وتبسمت يشهد الله ناضي لا تضحك. فكرت في الصغر نتاعي، والدي الله يرحمها كان الوالد ويطول عمر الوالده، قالت لي يا وليدي دائما يكون محضر خير، يعني في الامور كامله، ما ندي هضره، ما نديش الشينه مثلا، وما نجيبش خبر مثلا، ماذا بيا كان ما نقدرش نصبر، مثلا كما شيخنا محمد الزغداني الله يجزيه خير ويشوفه على القناه، كي كنت يعني في حاله مريض يتصلوا بي على الهاتف، هاكا نقول الله يجزيهم خير، الشيخ محمد الزغداني، شيخنا مالك ابو عمره مثلا، شيوخنا قاضي خالد، هذه كلمه نقول كلمه طيبه، علاش نبصرها؟ علاش ما نقولش هاد الناس يتصلوا بي؟ الله يجزيكم خير ويسمحوا لي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك محمد. محمد اعتقد انه متابع وفي للبرنامج ولكل السيوخ. وكان من الأوفياء جدا لقناة القرآن. نعم كان تدخله جميل أيضا. نمر إلى جزئية أخرى معكم أستاذي الفاضلين، جانب آخر من الموضوع يمكن أن نفصل فيه إفشاء السر عندما يكون عن قصد أو عن غير قصد، هل يختلف الأمر؟ هل يختلف التغليظ مع الشخص الذي أفشى السر؟ تفضل أستاذ. والله هو لابد أولا أن يتعلم الإنسان ضبط نفسه، لأنه حينما تقولين عن غير قصد بمعنى أنه في بعض الحالات الإنسان يكون في حالة انفعالية خصوصا داخل البيت فينفعل، فتجده يتحدث عند الغضب. نعم حالة انفعالية عند الغضب، عند ربما السخط هي قمة الغضب، فتجده يحدث حديثا قد يندم عليه فيما بعد. وهنا الإنسان عليه أن يوطن نفسه، أن يضبط كلامه، لأنه يعلم علم يقين أنه مؤاخذ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يقول. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من حصائد ألسنتنا، ما يحصده اللسان. شوفوا التصوير تاع النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه الإنسان راه أمام حقل ويحصد حصائد ألسنتنا. فالصحابة رضوان الله عليهم، معاذ يقول له أو نؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك، أو ما يكب الناس في جهنم على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد هذا اللسان؟ قد يكون فيه تخفيف من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكننا نحبذ أنه خصوصا في أسرار الناس ألا يكون هناك أي داعي، لا انفعال ولا غضب ولا غيره، ولا ربما حتى مشاحنات بين الناس كما ذكرت في البداية. قد يكون إنسان سمن على عسل مع إنسان آخر ويطلع على بعض أسراره، فإذا اختلف إنه يفشي سره، وقد ندخل هذا في باب الفجور في الخصومة والعياذ بالله، وهي صفة من صفات المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق أربع، منها إذا خاصم فجر، يعني وهذا نوع من الفجور، أن أفشي أسرار الناس حال مخاصمة إياهم. إذا اؤتمن خان، هذا من باب خيانة الأمانة أيضا، إذا أفشيت أسرارهم فهذا خيانة الأمانة. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه، وكما النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له سيدنا أبو بكر أوصني، قال أمسك عليك هذا وأمسك به، أمسك عليك هذا، يعني هذا لأبي بكر الصديق وما أدراك ما أبو بكر الصديق، فما بالكم بنا نحن. هذا اللسان علينا أن نسكنه داخل أفواهنا، ولا نفتح أفواهنا إلا بمقدار، إلا بما يرضي الله. نعم، إلا بمقدار ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما يكون عنده هذا التفكير القبلي، أنه قبل أن ينطق بالكلمة لابد أن يفكر في مآلها، العواقب، إلى ما تؤدي هذه الكلمة التي أنطقها، ورب كلمة من سخط الله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا، ما هوش مهتم أصلا بما يقول، تهوي به في جهنم 70 خريفا. فدائما الإنسان عليه أن يوطن نفسه ويضبط عواطفه وأفكاره، ويعني المآلات ما سيقول عليه أن يتحكم فيها حتى لا يؤخذ بها بين يدي الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لو نتبعناها كل يوم في حياتنا اليومية لما وصلنا إلى هذا الحال في المجتمع. بروفيسور كشاد، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ساهمت في نشر الفضائح، نشر كل ما هو محظور ومستور. دخلت التكنولوجيا إلى بيوتنا، لم نهيئ لها صراحة، لم نهيئ لها كمجتمعات عربية، مجتمعات مسلمة، لم نخترعها، لم نعرف ميكانيزماتها. دخلت إلى بيوتنا وكشفت كل ما كان محظورا سابقا. اختلفت المعايير اليوم التربوية، حتى الفضائح أصبحت تنشر. كيف يمكن لنا أن نحفظ بيوتنا، نحفظ أبناءنا من كل هذا؟ شكرا على السؤال. لو كانت مسألة تقنية سهل الحل، هي ليست مسألة تقنية أكيد، ولكن نعرف نحن أن تربوية أكثر، ولكن نعرف أن التكنولوجيا لما تصنع في بلد آخر وأنت تستوردها وتغرسها في ثقافة أخرى غير مهيئة، غريبة تماما. ورغم ذلك فهذه المسألة حتى في عقر دارها فيه شكاوي كثيرة، في دراسات، وفيه حتى نظرة تشاؤمية في أمريكا بالضبط، في دراسات جدية الآن حول علاقة الإنسان بهذه الثورة الرقمية التي في حق أعطت الكثير من الأمور التي إيجابية. ولكن الآن مثلا فيه كلام كثير، هل الإنسان تدريجيا سوف يصبح عبيد الذكاء الاصطناعي والإنترنت إلى غير ذلك؟ فيه دراسات جدية في المسائل، هل بدأ الإنسان يفقد السيطرة على وسائط أو وسائل تكنولوجية هو التي صنعها؟ هذه في البلدان التي في حقيقة ظهرت فيها، هي مهيئة ثقافيا. نحن عندما جاءت هذه الوسائط نقول 25 سنة 30 سنة هكذا، إذا ما أخذناش 69 يعني أول ضرورة ظهرت، ولكن بعد 69 الإنترنت في أمريكا يعني أول تجربة جاءت، ونحن في مجتمع ثقافي يظهر أنه محافظ بثقافة تقليدية، ثم جاءت هكذا. صحيح، هل يمكن أن نهيئ لها؟ هل يمكن أن نستوعبها ونحتويها بسياسة معينة؟ نعم. نعطي مثال آخر، السيارة التي صنعها مثلا، نأخذ مثال بسيط، السيارة التي صنعها، هل الذي صنعها في الدول الأوروبية قال المرأة لازم تركب اللون الراجل قدام؟ احنا هنا يا مثلا هذا الجانب ثقافي حتى اليوم موروث ثقافي، فصبحت يعني، او الذي وضع على كما نقول المنبه الكلاكسون وضعوه باش ينبه المره، ما وضعوش اللي يستعمله بطريقه اخرى. يعني التهذيب العمل هذا يحتاج الى مشروع كبير، كيف نهذب باستعمال هذه الوسائط، كيف ذلك؟ هي سياسه متواصله تبدا اتجاه الاسره، ولكن داخل المنظومه التربويه عامل كبير كما يقوم به، كما تقوم به البلدان التي هي التي كانت رائدة في هذه التكنولوجيا. الآن فيه مادة مثلا تدرس، مادة التربية الإلكترونية أصبحت مادة رسمية، هل نحن هذه المادة موجودة؟ لا، المادة الإلكترونية غير موجودة. مثلا مادة إلكترونية لا تدرس، مثلا ندرس التلاميذ كل هذا الأمر بطريقة احترافية، ناس مختصين، ولكن يمارسها الفيسبوك ما يرش يتعلموا في السيبر كافي، يعلموا صاحبه مباشرة يدخل في أمور، ولكن أخلاقيات التعامل، يعلموا داخل الأستاذ بتاعه، أكيد تعلموا الداخل، يعلموا في التطبيق كيفاش يفتح الكونت كيفاش، لأن ما تنجمش المنع، نعرفه المنع مستحيل، أنت تعيش في عالم منفتح مستحيل. هل لنا من القدرة أننا نغلق البلد ما فيه لا بارابول لا انترنت لا فيسبوك كلها نغلق؟ مستحيل. أنت في عالم هكذا، هكذا العالم ويتجه إلى أكثر من ذلك. من ذلك أنت هل تبقى تتفرج وتحصد هذه العواقب وما للأسف الشديد ما نعيشه الآن، أم أنك تستدرك الأمر وتقوم بالتربية الإلكترونية على كل المستويات؟ صحيح أنت اللي عنده يقول لك نجم نراقب فلان أنه يستعمل وسط، والله ما تنجم تراقبه إلا إذا تربى بطريقة أنه هو يعرف بمسؤولية يستعملها. هذا هو الطريقة اللي نجم نوصل، يعني عنده الواسع يستعملها بمسؤولية، بمسؤولية. ولكن هذا كل مسار يبدأ منذ الصغر ويمشي، يعني مش تمنعه وقول لك اللي يمنع هذه الوسائط راح يعني يتعلمها بطريقة مباشرة يدخل في مسائل، لكن لما تعلمه يتعلم بمسؤولية منذ الصغر
وفي الأسرة ثم المدرسة إلى غير ذلك، على الأقل نعلمه تحمل المسؤولية. احنا للأسف الشديد التربية تاعنا حتى الآن نعلمه إلا دير هذه وما ديرش هذه، حتى هو كبير ما نعلموش يتحمل المسؤولية تاعه. طفل صغير في الدار حتى ويكسر حاجة نضربه يعني هل هذه الطريقه راح تعلموا المسؤوليه ولا الا بالدير هذه ما ديرش، لكن ما نقولوش يعني نخلوا له دراهم فوق الطاوله وارفد واش تحب. مثال بسيط، هامليك الصرف ارفد واش تحب، مرافقه هو يعني لما يرفد هذه ناخذ مثال بسيط، يعني لما يولي وحده يرفد هذا يتعلم بطريقتي ويولي يدي 1000 فرانك ويدي 10000 يدي واش يحتاج. لكن لما تخبي له مثلا مثال بسيط، قال له الامهات مثلا على حسن نياتهم تغلق عليه الثلاجه الى غير ذلك وما تديش هذه، واش يولي يروح مور السيطار غير ما هو ممنوع مرغوب يولي يسرق الى غير ذلك. في نفس في الوسائط هذه من المفروض انها هنالك عامل جبار ننتبه ليه، لان اذا هذه المساله تركناها في المساله ربما سوف الازمه تتعمق اكثر وماش حابين للاجيال القادمه. بكل صراحه هذه الوسائط قدمت ما قدمت مستحيل وللور، ولكن يجب تكون هناك مرافقه بمشاريع جديه على كل المستويات. حتى نبحث عن المرافقه نجدها في بيت النبوه. استاذ زغداني، ربما العديد من القصص والعديد من الحكايات التي يمكن ان تحكيها لنا او ترويها لنا عن بيت النبوه، كيف كان الرسول عليه الصلاه والسلام. تحضرني حكايه او قصه عن ثابت عن انس انه قال اتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال وانا العب مع الغلمان فسلم فبعثني الى حاجه فاطأت على امي. فلما عاد انس الى البيت سالته امه ما مسكك او ما حبسك يا انس؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه. فقالت ما كانت حاجته؟ فلم يرد. قال ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وامه اكدت له هذا المعنى، قالت لا تفشي. تلك الخصله نعم. في الصغير نعم. وام الصغير نعم. كيف ربته على ذلك؟ هي تربيه النبي عليه الصلاه والسلام من ناحيه، وتربيه والدته التي هي خريجه مدرسه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذاك المجتمع الذي يقول عنه افلاطون مجتمع فاضل فعلا كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاه نعم. صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى هؤلاء الصحابه على مائدة القرآن وعلى مائدة سنته عليه أفضل الصلاة والتسليم. حينما نتحدث عن أنس بن مالك وهو صبي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا مما يحدث به أنس بن مالك في تربية النبي عليه الصلاة والسلام له. هو قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي شيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. احنا كي نقرأ الحديث لا نقرأه بهذه الانفعالات فلا نفهم هذا المعنى، ولكن حينما ندقق في هذا المعنى العميق جدا الذي يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحسن تهذيب سلوك الآخرين دون الصراخ عليهم، أن يكون فيه توجيه تربوي وليس أمرا بالفعل ونهي عن أمرا بالترك ونهي عن الفعل غير مباشر ربما نفسي نعم. تهيئة. فهذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام أنتجت هذا الصبي الصغير الذي يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ما فيبطئ على أمه، تسأله أمه فيقول ذهبت في أمر أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام تريد المعرفة، لعلها من باب الفضول بين قوسين، وهذا الفضول شيء فطري في الناس كلهم. فهو بفطنته وهو صغير يقول ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تتذكر فتؤكد له المعنى فتقول لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في مجتمع بهالطريقة وينشأ الصبي على حفظ السر، وتنشئ الأم والأب والأسرة ككل أبنائها على حفظ أسرار الآخرين، فمن أين ستأتي الخيانة ومن أين سوف تأتي هذه العلاقات الاجتماعية والغيبة وغيرها. فإذا هذه التربية هي نتاج تربية اجتماعية يتعاون فيها الجميع، ليست فرديات تنشأ من العدم، إنما هي التزام كما ذكرنا في أكثر من مرة في هذا الحصة بالحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. نعرف أن للناس أسرارا كما لنا نحن أسرارا، أننا مثل ما لا نحب أن يعلم الناس أسرارنا، وأننا إذا أسررنا لغيرنا بسر فهذا لثقتنا فيه، فلا نكون من خائني تلك الثقة، ولا نتسبب في خراب بيوت الآخرين بإفشاء أسرارهم سواء بوسائل التواصل الاجتماعي أو بغيرها أو ببث هذه الأخبار عند الأحباب والأصحاب، وخصوصا كما قلت أن تصبح هذه أسرار الناس هي فاكهة الحديث. للأسف الشديد بعض الناس لا يتفكهون إلا إذا تحدثوا في أسرار الآخرين، وهذا يعني يمجه الشرع وتعافه
النفس السوية، ودائما نذكر أنفسنا ونقول أن الأمر بسيط ولا يعدو أن يكون إلا شيئا بسيطا، لأنه من خان في شيء بسيط قد يخون في شيء أكبر منه. الآن حينما نتحدث عن إفشاء أسرار الدولة والخيانات العظمى وغيرها، هي نتاج تربية اجتماعية وتربية فرد تربى أنه لا يحفظ سرا وهو صغير، فنشأ معه حتى إذا كبر أفشى أسرارا أكبر من ذلك ونصل إلى الخيانة العظمى. وقع في المحظور. نعم، شكرا لكم مستذي الكريمين. مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى. ويقول الزملاء أنه معنا محمد من تجورت. سلام عليكم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد صغير من محمد صغير من ولاية تجورت، مشاهد الوفي من ورقة السابقة. نعم، تحية لمحمد الحافظ السي محمد من تمنرست. السلام. والله إذا كان ممكن كتعليق، يعني إذا كان ممكن من تعليق للأساتذة في قضية إفشاء السر فيما يخص المجالس التي تكون في المؤسسات العمومية كمجالس البلدية كالمجالس المؤسسات المدرسية، بعض الأحيان بعض الموظفون يكون لهم يعني كما يقولوا كمجلس، كما يسميه المجلس مثلا التأديبي، مجلس الصفقات، بعض العمال أو الموظفون الذين يحضرون هذه المجالس يفشون السر تلك المجالس. فهل من تعليق؟ وشكرا. بارك الله فيك محمد، شكرا لك على الاتصال. شكرا لك أستاذ كشاد. يمكن أن صحيح ويتكلم أكيد بعض الممارسات هي في صفقات في المجالس حتى يخرجوا معلومات حول السقف إلى غير ذلك، قيمة السقف إلى غير ذلك. نعم. حتى الصفقة الدافلة، هذا المناقصات والمزايدات، هذه ماهوش غير فقط إفشاء السر، نطبق عليها كل مواصفات الخيانة. صحيح. في الحقيقة الغش أيضا، الغش إلى غير ذلك، هذه عندها علاجها. هنا ربما في بعض الأمور، فبعض الأمور علاجها تقنية، بل علاجها تقنية في الحقيقة بالطريقة التقليدية. كاين بعض الطرق التقليدية هي اللي تسهل إفشاء السر. هذه مسألة معروفة، يعني في وسائل تقنية يعني ممكن جدا تستعمل ونخلصوا الأمر بصفة نهائية. حبيت فقط نقطة نركز عليها كثير. ربما بعض الناس، احنا تكلمنا عن الموضوع من كل جوانب، لكن السؤال الكبير، قلنا افشاء السر في الجانب الرسمي العواقب تاعو موجوده في قوانين قانون، الجانب غير الرسمي في العلاقات غير ذلك في عقاب انا اراه اشد وهو العقاب المعنوي. يعني هل يظن الانسان اللي يمارس هذه الرياضه تاع كل مره حاكم روحي يعني يكون سعيد في المجتمع؟ يعني تصور انت انسان في الحي تاعو في اي مكان يرو فيه بالصبع باللي هذا ردوا بالكم منه. الانسان في المجتمع اذا فقد ثقه المجتمع واش بقى له؟ وللاسف الشديد هذه تروح حتى الابناء نتاعو. يعني مثل الكذب، يعني الواحد اللي يكذب يحترف الكذب، يعني هل يكون سعيد في المجتمع؟ مستعد يعني المجتمع، العقاب المعنوي هو عقاب كبير. وحنا المجتمع تاعنا ربما في هذا اعمق بكثير. هذه يعني رساله للجميع، يعني الانسان اللي مارس هذه السلوكيات، يعني حتى اللي يظن روحه راه سعيد، لكن لما يفقد فيك الناس الثقه يولي واحد يعني يتفاداك الى غير ذلك، واش بقى لك؟ واختم في النهايه حول سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والطريقه التربويه. صدقيني هنا كل الكتب اللي كتبها كارنيجي كلها ديال كارنيجي كلها تصب بالمئة في المئة بكل الطريقة التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالتفصيل. يعني هذه الجماعة اللي ربما تحب تفهم تأخذ الكتب وتأخذ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقارن، حتى كتب الغزالي نفس الشيء نفس قال قرأت كتاب ديل كارنيجي دع القلق قبل الحياة، فأردت أن أرده إلى أصوله الإسلامية. معناها كل ما كان يقوله من خلال تجربة ربما في علم النفس وعلم الاجتماع له أصول في شريعتنا، في توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ف رده وأصل له تأصيلا قرآنيا وتأصيلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خيرنا وأخذه غيرنا واستفاد منه، لكننا لم نستفد منه نحن. أنا إذا سمحت أريد أن أضيف نقطة فقط في مسألة تفضل بها الأخ محمد الحافظ، لأنه عواقبها وخيرا للأسف الشديد. محمد صغير من توجورت. أقول أنه العواقب الوخيمة في إفشاء الأسرار إن صح التعبير الرسمية، لأنه أذكر في مجالس الأقسام على سبيل المثال، قد يجمع أو قد ينفرد واحد من الأساتذة برأي في تلميذ معين، أو في مجالس التأديب الخاصة بالمؤسسات واحد شخص معين يطرح مسألة معينة عقوبة محددة، وهذه المجالس بالأسرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما يخرج من المجلس يفشى ذلك السر،
فتصبح عداوة بين ذلك الأستاذ وذلك التلميذ وأولياؤه تنتقل إليهم، بين ذلك الشخص الذي اقترح عقوبة معينة وقد تنفذ تلك العقوبة وذلك الشخص الذي يعاقب، وتضيع حقوق الناس بالتالي في مرات أخرى يصبح كل من يرى الحق يسكت عنه اتقاء لا يصل إلى مشاكل، لأن من حوله لا يحفظون سرا، وهذا هذه طامة كبرى. يعني إذا كان نحن لا نحفظ السر هذا الذي هو المجالس بالأمانات كما يقال والمجالس أسرار، فهذا يؤدي إلى في الوسط التربوي حقيقة. في الوسط التربوي، في الوسط المهني. وأعرج على مثال آخر أسرار على ذكر الوسط المهني، أنه كل المهن فيها أسرار. يعني المحامي عنده أسرار المتقاضين، الطبيب عنده أسرار المرضى، القضاة وغيرهم عندهم الأسرار المتعلقة بالقضايا التي يتناولونها، فكلها هذه أعباء تقع أسرار المهن. نعم، تقع على هؤلاء الذين تولوا هذه المسؤوليات، فعليهم حفظها أيضا وعدم إفشائها، الذين ربما لديهم بعض الأسرار المتعلقة ببعض المجالات في الحكم ولا في الدولة ولا في، هؤلاء أيضا مؤتمنون وعليهم أن يحافظوا على هذه الأسرار، ولهذا جاء ما يسمى بالخيانة العظمى التي تؤدي إفشاء سر يؤدي إلى انهيار دولة إن صح هذا التعبير أو تكاد أن تنهار، فهذا أيضا لابد أن يراعى، فهو فيه حد من حدود الله عز وجل، الإنسان المسؤول عليه أن يحفظه ولا يفشيه حتى لا تقع الأضرار التي تترتب على وصول ذلك السر إلى الآخرين، يعني سواء كان عدوا أو صديقا. نعم، بارك الله فيك أستاذ. نواصل دائما مع الشق الاجتماعي، اعتقاد اجتماعي عام بأن النساء ربما بين قوسين هن الأقل قدرة على كتم السر، هل هذا صحيح بروفيسور؟ والله أنا لا أدعي أن أعطيها هذه مسألة تحتاج في الحقيقة إلى تبصر، إلى دراسة جدية. فربما نظر المرأة هكذا وهكذا، في الحقيقة قد نقول المرأة تتكلم أكثر من الرجل، ممكن جدا، وهذا معنى أن المرأة إذا تكلمت أكثر من الرجل هي أكثر إفشاء السر، قد يكون صحيح قد يكون صحيح، لكن ربما لأن المرأة دائما في الأسرة لها ضغوطات أكثر نفسية واجتماعية، ولكن الشيء الأكيد المسألة الأكيدة أن السر ما يتغيرش اللون تاعه بالجنس. صحيح. هو السر. نعم. يعني يخرج من عند المرأة ولا من عند الرجل، ربما إلى الطفل هو العفوية، يعني الطفل هذا نتيجة للتربية، لكن إذا خرج حتى الأطفال في بعض الأحيان ما عندوش مسؤولية، ولكن المسؤولية داخل الأسرة في بعض الأحيان الطفل عن غير وعي، وقد يتم يعني في الخارج بعض المحترفين يجبدوا الأطفال باش يطولوا الأسرار، يستعملوا الأطفال. أكيد. يعني حتى في الجرائم الكبرى عندما تصير جريمة يمكن الطفل أن يتمان. نعم. ما عندوش أخلاق، وبالتالي نتمنى يعني تكلمنا على الوسط الرسمي، مثلا الوسط الرسمي كما عند الطبيب عنده ميثاق أخلاقيات يعني القسم، نتمنى حتى الموظفين فيه الالتزام الإداري بقرار التعيين، لما لا يرفق بميثاق أخلاقيات داخل كل المؤسسات، هذا في العالم موجود، نأخذ إحدى المؤسسات ما كنا نذكر في اسمها في العالم، اكتشفوا كانت من أكبر، هذه معروفة عالميا في صناعة السيارات، اكتشفوا أكبر فضيحة وهما يجسوا على الموظفين، فصدقيني يعني المدير العام كلهم طاروا وعاودوا هندسوا من جديد كل التنظيم، لأنهم عرفوا بأن هذه المسألة هي تبرز هكذا أخلاقية، ولكن تدمير المعنويات الموظفين تدمر المؤسسة. مثل مؤسسات مثلا لبعض الموظفين، بيجات طرد كثير من الموظفين كانوا يخرجوا أسرار المشاريع اللي كانت طور الإبداع، فلاحظي فهذه في بعض الأحيان احنا يجب تكون الصرامة وين كان القانون مثلا تكلموا على استعمال الفيسبوك لإفشاء السر، يجب أن يقنن بقانون مباشر، قام بقانون، هذه ليس مسألة مسموح بها أنهم تدمر أسر أو يدمر شباب بفشاء السر هكذا مجانا، وربما تؤدي إلى حتى أن هذه المواقع أيضا جعلت ووجدت للتجسس أيضا، حتى أن السياسات الكبرى التابعة لها فيه ناس نعرفهم مختصين جزائريين كبار في الإعلام هنا في الجزائر نذكر اسمهم، يستعينوا بهم، تكلمت معهم عندهم حلول، لغلك يكفي أنك تستند لهؤلاء الخبراء كثيرين، طاقات كبيرة يوجدوا لك علاجات معينة، ولكن هذا لا يكفي وحده، أكيد ربما التربية الإلكترونية دائما ركز عليها كثير. أكيد. نعم، شكرا لك أستاذ غداني. الأسرار الزوجية ليست على درجة واحدة من الأهمية، ربما اليوميات، ربما المرأة تعاود اليوميات لصديقاتها أو تحكي أشياء بسيطة تغضب الزوج في بعض الأحيان، هل هذا كشف، نوع من أنواع كشف الأسرار؟
أنا قلت في البداية أنه إذا حدث الرجل بالحديث والتفت فهي أمانة، وهذا التعريف البسيط كما ذكرت. وإذا لم تلتفت المرأة؟ لا، أنا أتحدث هنا عن الرجل. نعم، لأن سؤالك حول هل إذا غضب الرجل فهل هذا من إفشاء السر؟ أقول نعم أكيد، لأنه ما دام هو والسر هو ما أراد الشخص أن يخفيه عن الآخرين. أنا كاين أشياء قد تظهر للناس أنها شيء عادي، لكن بالنسبة لي ليس شيئا عاديا. يعني بعض اليوميات التي هي في عرف الناس عادية، في عرفي أنا لا أريد أن يعلمها الآخرون لسبب أو لآخر، لحاجة في نفسي يعقوب قضاها كما قال الله عز وجل. أحيانا حتى بعض الجزئيات في البيوت، حتى بعض التفاصيل التي تبدو تافهة، طريقة في تربية الأبناء أو نعم، كلمة هكذا أعيدت قد تزعج الأزواج ربما. والله شوفي، هذا يدخل في مما أطلعت عليه، ولا أفشي سرا هنا، في خلاف بين الزوجين، أنه الزوجة تحكي لجارتها عن كيف ينام زوجها وعن شخير زوجها، اللي هو شيء طبيعي وعادي وقد يكون مرضا وقد لا يكون مرضا، فأدى ذلك إلى الطلاق بين هذين الزوجين. قد نراه شيئا تافها، ولهذا نقول دائما للزوجة والزوج أيضا أن الحوار الذي بينكما يدور بينكما لابد أن يكون حوارا مثمرا فيما أحب وما لا أحب. أنت كزوج، ما هي حدود السرية في حياتنا؟ هل حياتنا كلها عبارة عن شيء غامض يجب ألا يعلمه الناس، أم أنها كتاب مفتوح يقرأه كل الناس، أم أنها وسط بين هذا؟ ما هي الأشياء التي نتحدث فيها وما هي الأشياء التي لا نتحدث فيها، حتى لا نؤدي إلى أن يقع الخلاف بين الزوجين لما تتصوره الزوجة أنه ليس سرا فتفشيه، ويتصوره الزوج في آل واحد أنه سر ويجب كتمانه. ولهذا أقول دائما الحوار بين الزوجين هو الذي يؤدي إلى الالتئام أو التواؤم بينهما. ربما حتى في فترة الخطوبة يمكن أن يتفق على هذه الأمور، أو في المرحلة الأولى من الزواج. نعم، هذه قد تكون من المحفزات إن صح التعبير للتواؤم أو بين الزوجين، لكن خصوصا بعد الزواج، لأنه قد يلبس كل من الخاطب والمخطوبة قناعا قبل الزواج، ولكن بعد الزواج تسقط كل الأقنعة. معناها تعود المرأة معروفة على حقيقتها والرجل معروف على حقيقته. قد تظهر أشياء بالنسبة للزوج، المرأة تقول لك أنا تزوجت هذا الشخص لأني أراه من المواظبين على الصلاة، وأراه من التالين القرآن الكريم، وأراه من الملتزمين. فبعد الزواج اكتشفت أني تزوجت شخصا آخر، هذا يعني لأنه اكتشفت الحقيقة. هو أيضا قد يقول أني تزوجت هذه المرأة لأني أراها عابدة زاهدة صوامة قوامة، ولكن بعد الزواج اكتشفت شيئا آخر. فهنا أولا لابد من أن يكون فيه صراحة بين الزوجين قبل الزواج وبعده، حتى يكون فيه وضع لحدود السرية هذه التي تحدثنا عنها. هل حياتنا كتاب مفتوح وهذا مستحيل أن يقبل به إنسان، لكن ما هي الورقات التي يمكن أن نجليها ونظهرها للناس، وما هي الأوراق الكثيرة التي لابد فيه ما جزم به الشرع كما ذكرنا في بداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أسرار البيوت الزوجية الكبرى لابد أن تكون لا نقاش فيها، يعني حتى للوالدين، لأي إنسان على وجه الأرض. إلا وربما ذكرنا هذا في الكواليس قبل بداية الحصة، هناك أشياء تتعلق بإفشاء السر من أجل في حالة التقاضي، وهذا سؤالي القادم. نعم أستاذ، قبل أن نكمل، هناك سؤال ورد إلى بلاطو الآن: ما هو حكم الزوجة التي تخرج الأسرار لغرباء حتى تلقى حلولا لمشاكلها الزوجية أو الأسرية؟ إن كانت لمختص أمين ثقة من أجل إيجاد الحلول فهذا أمر محمود، لكن إن كان من باب الفضفضة وأنها تضع عن كاهلها هذا الحمل وهذا العبء، تفضفضه لجارتها هاته ولجارتها تلك، وربما لصديقها بين قوسين الدردشة. نعم، على الفيسبوك وغيرها، فهذا من إفشاء الأسرار التي تحرم شرعا، لأنها تؤدي إلى عواقب وخيمة حتى إن لم يعلمها الزوج ولم يفشيها الآخرون. فمجرد إفشاء السر هذا وقوع في المحظور، وقوع في الممنوع، لأنه أمانة تسأل عنها يوم القيامة، ويسأل عنها أيضا الزوج إذا وقعت منه بين يدي الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أستاذ، أرجو أن تكون الإجابة قد وصلت إلى المتصلة. نواصل دكتور كشاد، متى يستثنى وجوب كتمان السر
متى يكون السر يجب الإفشاء به أو الإفصاح عنه في العلاقات ربما؟ ربما تكلم عليه كثير الآن. الكلمة الفاصلة هي في المجال الديني. كما قلنا مثل الكذب، فيه كذبة بيضاء وكذبة سوداء وكذبة رمادية وكذبة إلى غير ذلك. السر يبقى سر. السؤال يعني لو نحل المسألة نجاوب السؤال بمنطق المنفعة. بمنطق المنفعة. لما يتم إفشاء سر معين ولو على سبيل المسح مثلا، وش الفائدة منه؟ مثلا زوجة تكلم على زوجتها وش يلبس وش ياكل، كيفاش يمشي في الدار، كيفاش يضرب ولاده، كيفاش إلى غير ذلك. السؤال هل هو درس للآخرين؟ ما مش الفائدة منه. يعني كل إنسان يطرح السؤال نفسه، وش الفائدة أنك تخرج أسرار معينة؟ الآن ماخذ يعني مثلا مسألة بسيطة جدا، صوروا الأطباق في المنزل ونصورهم اليوم في فيسبوك، هل هذا يعتبر سر أو غير سر؟ لا أعتقد. لكن لو تلاحظي المنفعة الأضرار تاعو أكثر من المنفعة، خاصة مثلا المأكولات إلى غير ذلك، راح يشوفها هذاك اللي ماهوش واصل إلى غير ذلك. إذن قضية المنطق. ولكن متى يجب أن يفشى السر؟ ما هي المواقف الاجتماعية؟ ربما في القضاء، ربما قد يكون ربما مسائل إذا كانت تنقض إنسان من الخطر. نعم، ممكن جدا يعني إنسان من خطر، هذا يبقى تقييم الخطر، يعني ممكن جدا تسلك به إنسان لرد حقوق الناس. نعم. قد يكون مثلا حسب السياق، كما حسب السياق في المطروح في هذه المسألة. إذا كان أنا أرى هكذا، إذا كان مثلا إفشاء السر يحل إشكال معين في سياق معين، معليش حل إشكال عنده فائدة معينة ملموسة. أما إذا كان ما عندوش حتى فائدة وأكثر من ذلك يضر. نعم. لماذا؟ بارك الله فيك. فمثلا مش عارف أنا في سياق الحروب مثلا، إفشاء سر العدو هذا واجب. نعم. وإفشاء سر الدولة خيانة. يعني إذا السياق هو الذي يحدد، السياق الذي يحدد. لكن لما نتكلموا على السر هكذا مجانا، يعني قلت لك المعادلة بسيطة، اطرح سؤال. الفائدة راني نتكلم مع صديقي ولا زميلي اسبوع ساعة كاملة على الجار، اطرح سؤال. إذا ما عنديش الجواب الفائدة، علاش نتكلم؟ هل سأضر غيري؟ يعني الأضرار تاعو حتى إذا كان ما تضروش مباشرة للآخر، الأضرار تاعو تكون معنوية، راح تعرف تخرج أشياء صورة. أكيد. ولكن هنا درجات، ربما على القلوب اللي الأسرار والمخاطر درجات حسب السياق. يعني لما واحد يدمر أسرة الخطر تاعها في المخاطر هي كلها في الحقيقة موجودة، ولكن درجات الخطر من حالة إلى حالة. في بعض الأحيان مثلا قلنا تكلمنا ربما في بعض البنات يجوا مثلا في الحي، كاين الناس هكذا يمشيوا سيرة بنت كذبا أو غير كذب، المهم أسرار باش يدمروا لها حياتها، كشف السر لأنها جاوا يخطبوها فلان فلان. ما هي الصفة اللي نعطيوها للإنسان اللي خرج هذه؟ الانتقام في الصفة في الحقيقة مش عارف أي صفة تجوز فيه. فهذه المسائل خطورتها كبيرة جدا على الإنسان، ولكن عاود نذكر باللي الإنسان اللي يقوم هذا العمل في المجتمع غير هو منبوذ، ولا فقد الإنسان الثقة والله ما لبالك فاش راح يعيش. بكل صراحة لما الناس في المحيط تاعي ما يثقوش فيا مصيبة، يعني وين تجي قال بالك تهضر قدامه. شفنا حالات هكذا. نعم. ردوا بالك كيفاش تكلموا عليه، خاطر راح يعاود. بل تطلق عليه بعض التسميات، قال فلان كذا. كما يقول جورمان المجتمع تاعنا بالرمزية، يعني اتصال رمزي. نعم. إلى عملوا له يعني إلى سخوا له رمزية معينة انتهى الأمر. وهذا المجتمع تاعنا ما فيش مسؤولية فردية، يعني راح تولي العائلة العائلة فلان 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 غير ذلك، ومن الذي يقبل أن يضر نفسه ويضر العائلة تاعو؟ إذا المسألة تبان هكذا بسيطة، ولكن في العمق هي فرق، مسألة يجب أن نتمعن فيها كثير. بارك الله فيك بروفيسور. معنا أم عماد من وهران. السلام عليكم أم عماد. مساء الخير أخت الكريمة، مرحبا بك وكذلك بالضيفين الكريمين العزيزين الأخ رابح كشاد والأخ محمد زغداني. نشكرهما جزيل الشكر على هذا الموضوع القيم وعلى هذا التنوير وهذه المعلومات. والله شوف الأخت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة. ونذكر أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تختبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حبها له، فطلبت منه شيء فقدم لها تمرة ثم قال لها
بأن لا تتحدث لأحد. وفي ليلة ثانية عند الزوجة الثانية هكذا والثالثة فقدم لكل واحدة منهما تمرة وطلب من كل واحدة منهما أن تكتم هذا السر. وفي اليوم الأخير عندما اجتمعت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام سألته عائشة من أحب زوجاتك إليك إلى قلبك؟ قال من أخذت التمرة. شوفي أهمية السر هنا. لذلك نشوف أن ليس من حق الإنسان عندما يكون في مجلس ما أن يتحدث عن الآخرين وينقل أخبارهم دون إذنهم. وله الحق أن يتحدث عن نفسه ما شاء، لكن ليس من صلاحيته ولا من حقه كما قلت أن يخبر عن يتحدث عن أخبار الآخرين، لأن ذلك قد هم قد لا يرضون بذلك. ولذلك نشوف أن من صفات المنافق أنه إذا عاهد خان وإذا خاصم فجر. ومن الفجور هو إفشاء الأسرار التي قد تؤدي إلى قطع العلاقات وتؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، بينما المؤمن يرى أن أسرار الناس هي صفة، هي فرصة للارتقاء بالإنسان إلى منزلة الفلاح. وأحد العلماء كذلك قديما قال الصبر في القبض على الجمر أيسر من الصبر على كتمان السر. لذلك نحن بحاجة إلى التأهيل لنتقي إلى المكان التي تجعلنا نحافظ على أسرار الآخرين. كتمان السر يحتاج إلى تربية، إلى ترويض النفس على الصبر، على العزيمة، على القوة، حتى تتمكن من أنك لا تنقل عن الآخرين ما لا يريد إلا بإذنهم. ونختم مداخلتي بقصة قصيرة في الأدب الفرنسي. يذكر أن أحد الهاربين من الأعداء لجأ إلى بيت شخص وأمره أن يخبئه، فوضعه تحت كومة من التبن، ولكن وابنه الصغير رأى القصة أو رأى الحادثة. جاء الأعداء والأب مشغول، قدموا هدية صغيرة للطفل ساعة فدلهم على الهارب. أستاذ تتمت القصة، مكالمة مكالمة رائعة ومنهجية في طرحها ومهمة بكل أمور. نظر باستهزاء وبخض وهو ينظر إلى الأب وكأنه غدر به. فماذا فعل الأب؟ مباشرة حمل مسدسه وقتل ابنه. هذه قصة في الأدب الفرنسي. هذا لنبرز أن أهمية كتمان الأسرار مهمة كثيرا في حياة الناس. وشكرا. بارك الله فيكم عماد، شكرا لك على هذه المداخلة المتميزة المنهجية. مشاهدي قناة القرآن الكريم بكل فخر ملمين بأمور الدين، بأمور المجتمع، ملتزمين. أتت بزبدة الحديث ربما أم عماد في هذا البلاطو، تحدثنا عن كل ما يتعلق بإفشاء السر، تعريفاته، أنواعه، ربما حتى أضراره على المجتمع. نصل إلى مفاتيح الكلام، مفاتيح التعامل مع الأسرار. كيف يمكن لنا أن نتربى ونربي أبناءنا على حفظ الأسرار؟ هل هناك ربما تمارين يمكن أن نراجعها حتى نربي أنفسنا ونربي أبناءنا خاصة على هذه الخصلة الحميدة؟ نعم، هي ليس هناك حل سحري كما يقال ولا وصفة سحرية، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم. نعم. وإنما العلم بالتعلم. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم فيواظب العلم يحصله بالتعلم، أن يكون حليما عليه أن يدرب نفسه على الحلم. كذلك في حفظ أسرار الناس، إذا كان يريد أن يكون حافظا لأسرار الآخرين فعليه أن يتدرب على حفظ أسرارهم، ابتداء بحفظ الأسرار المحيط القريب منه، فما بالكم بالبعيدين عنه. يعلم أن هذا السر أمانة، ويعلم أبنائه كما علمت أم سلمة أم سيدنا أنس بن مالك، علمته كيف يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أبناءنا
أن لكل بيت فيما يتحدث به خارج البيت حدود، أنه موش كل ما يسمعه داخل البيت يتحدث به ويكتبه حتى من خلال الفيسبوك وغيره، لأنه للأسف الشديد الآن أصبحت هذه الوسائط في أيدي أبنائنا، بل ربما حتى يأخذ صور من داخل البيت ويصورها أو ينشرها على هذه الصفحات التواصل الاجتماعي. فنعلم أبنائنا منذ نعومة أظفارهم أن لكل شيء حدود، وأن علينا أن نلزم هذه الحدود، وأن لكل إنسان سر. وكما أن كان يقول البروفيسور رفيق الشاد، إذ نحن لا نحب أن تفشى أسرارنا، نعلم أبنائنا أنت يا ابني أو يا بنيتي، مثل ما أنك لا تريد ولا تحب أن يعرف الناس أسرارك، فعليك أن لا تفشي أسرار الآخرين. يكون عندك ذلك الشعور وذلك الإحساس بالألم، نعم تحمل المسؤولية، ولابد أن تحس الألم الذي يحسه الآخرين إذا أنت أفشيت سره، تحسه فيك أنت إذا أفشي سرك. وعلى هذا نربي أبنائنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا خصوصا في وسط هذه المتغيرات الكثيرة وهذه الوسائل الإلكترونية، نعم على أن نخرج أبنائنا من هذه الأوحال إن صح التعبير، التي تريد أن تزج بأبنائنا إلى الانحرافات مهما كان عمل بسيط الذي نراه ربما شيئا بسيطا إلى ما هو كبير. نسأل الله تعالى العافية والعفو والعافية. بارك الله فيك أستاذ. مشاهدينا الكرام، نواصل مع هذا الفاصل الإنشادي ونعود بعد قليل. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام تحية طيبة ومجددة لكم أينما كنتم في ربوع هذا الوطن الحبيب. قمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك القمر الذي نستقي منه النور حتى نتبع الطريق الصحيح في حياتنا ومع غيرنا. بروفيسور كشاد، ربما يمكن أن تقدم لنا مفتاحا آخر حتى نوجه المشاهدين في عملية كشف السر وعواقبها على المجتمع، مفتاح آخر وحل آخر للمشاهدين. صحيح، حقيقة بعض الأفكار ربما قضية القيم، إعادة ترميم القيم صح التعبير كمشروع أصبحت قضية. جبروها قضية يعني أصبحت قضية جوهرية، لأن ما لازمش نخدموها نهار بنهار كوتيديان كما يقولوا بالفرنسية، لازم نشوفوا المستقبل الاستشراف في هذا العالم المعقد. مش عارف لازم ماشي، احنا نتكلموا على كل مستوى في المستويات، في المستويات اللي تصنع استراتيجيات لغير ذلك. عالم معقد، المستقبل حسب ما نراه وحسب ما يقره المختصين انه في حقيقه اكثر تعقيد. الثوره الالكترونيه سوف لن تتوقف، يعني واكثر تعقيد، يعني في بعض السيناريوهات تخوف بكل صراحه. امام هذا الوضع، هل نواجه هذه المساله اجيال بوسائل الابيض والاسود؟ مستحيل. لما نقول الابيض والاسود اقصد خاصه المستوى الديني الثقافي الاجتماعي الاقتصادي، مهم جدا مستويات، خاصة مؤسسات التنشئة. يعني مؤسسات التنشئة، نتكلم مؤسسات التنشئة مهمة جدا، عندنا مؤسسات ترافقها، مؤسسات تساعدها بالوسائل، ومؤسسات فيها التكوين إلى غير ذلك، يعني مقاربة شاملة. نتكلم منذ الصغر في الروضة، في المدارس إلى غير ذلك، تكلمنا عليها كثير، المسجد، ترسيخ الأخلاقيات، كل الوسائل المهمة في المسجد بمقاربة، ببرامج إلى غير ذلك، مدروسة بدقة بذكاء كبير. لأن في المسجد راهم يجون من كل الفئات، فئات نساء ورجال إلى غير ذلك. المدارس القرآنية عمل كبير، وليس فقط إفشاء السر كما قلنا، إعادة ترميم القيم. لأن الآن نشهد، وهذه معروفة حتى في نظرية الاجتماع، الأزمة تؤدي ما يسمى الأنوميا، الأنوميا يعني تفكيك القيم منها. هذه المسألة نتكلم عليها، هي مسألة مهمة جدا. أما الجانب الآخر الإعلامي، مهم جدا أن الإعلام كذلك يكون فيه إبداع كبير في الجانب الإعلامي. قناة المرأة أتمناها يوم وصباح. الأسرة في السبعينات كانت قناة في الإذاعة، كان دور كبير صحيح تغير العالم، ولكن ممكن جدا بإبداع يعني قناة موجهة للأسرة، تجلب الأسرة، يعني توجه الأسرة، تعطي المعلومات. لأن في إشكال آخر وهم يسموه بتبسيط المعارف العلمية، مهم الحمد جدا. لله اليوم قناة القرآن الكريم منذ أكثر من 10 سنوات قائمة على هذا، لكن ممتاز. لكن القناة الآن في التخصيص، نعطي مثال، في أمريكا قنوات 24 ساعة إلا الإشهار، قنوات يعني في قناة 24 ساعة إلا المرأة والأسرة، يعني تساعدها على مستوى البلديات. العمل الجواري مهم جدا، الجمعيات يعني ممتازة وكي تقوم به الشباب، لكن نتمنى تكون جمعيات، تشجيع جمعيات تعمل في العمل المعنوي أخلاقي، وخاصة الشباب، الشاب مع الشاب يعطي القدوة. في الإعلام نتعامل بمقاربة، يعملوا بها عالمية، مقاربة النماذج الإيجابية، النماذج الإيجابية نروجوا لها. الآن في إحنا دائما كما نقولوا بالفرنسية كليوتور أغوش، يعني في اليسرى، يعني إلا النماذج السلبية لا، يجب نعملوا الدخول في الفيسبوك إلى غير ذلك. المؤسسات، الوزارة الشؤون الدينية كلها، يعني عامل كبير ذكي يشاركوا فيه مختصين في الإعلام، وما أكثرهم صدقين نعرفهم يخدموا مجانا، المختصين في الشؤون الدينية، في علم الاجتماع، يعني فرق متخصصة، ولما لا مركز كامل هو الذي يرافق السياسي والمقرر في العمل. مستحيل في هذا القرن تعمل وحدك، مستحيل. العلم ضروري وموجود ولا بلد نكمل بهذه. في امريكا نيويورك كان عندهم مشكله تاع الشوينغوم، يعني مش اسمه اللبان، فعملوا مباشره محل، حلوا الاشكال، ما حلوش وحدهم، ماهوش حاكم نيويورك هو اللي حل، لا، كان مخبر مختص اعطاه، عملوا دراسه وحلوا الاشكال. فهذا رسالتي للناس اللي يسمع فينا، ان العلم، لما نتكلم العلم بكل مجالاته، أصبح ضرورة قصوى في عالم معقد وعالم لا يرحم. نعم أكيد، وأنه حتى أنه في الأسرة يمكن
أن نعطي إرشادات للوالدين، نبسط للمشاهد الكريم أنه توصيات للأبناء في طريقة تربيتهم، توصياتهم عندما ينتقلون عفوا إلى العائلة، إلى الجيران، إلى محيط خارجي أكبر، ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال. المحافظة على الأسرة من أهم ما يجب التركيز عليه. هل يمكن أستاذ غداني المفشي السر أن يتوب، وكيف يمكن له أن يتوب؟ ما هي الطريقة التي يتوب بها مفشي السر؟ لا أقول أن التوبة ليست ممكنة، بل هي واجبة. يجب عليه أن يتوب. مقتضيات التوبة معروفة لدى العلماء، بينوها أولها التوقف عن المعصية. معناها اليوم أقرر قرار لا رجعة فيه، خصوصا الذين ذكرهم البروفيسور رابح الشاد، لا أقول المرضى إنما الذين هم مصابون بهوس نقل أخبار الآخرين. أتوقف الآن، خلاص تلك فترة مضت من حياتي سوف تتوقف اليوم. الإقلاع عن الدم، الندم ندما شديدا على أنني كنت سببا في تعاسة الآخرين، في إفشاء سرهم، في ربما فضحهم وتسببت في مشاكل ومضاعفات أخرى. العزم عزما أكيدا على عدم الرجوع إلى ما كنت عليه، وهذا كله حتى أتوقف. يعني يكون الإنسان كأنه طوى صفحة ليفتح صفحة أخرى في حياته. وأكيد أن الإنسان حينما يحاسب نفسه خصوصا في هذا المجال، الإنسان الذي تعود على إفشاء أسرار الآخرين سوف يندم ندما شديدا. سوف يدرك في حياته أنه مثل ما عمله الآخرين فقد عمله بعضهم بنفس المعاملة، لأنه كما يقال العقوبة من جنس العمل أو الجزاء من جنس العمل. مثل ما أنك تفشي أسرار الآخرين فاعلم علم يقين أن هنالك أناسا يفشون أسرارك، وما منا أحد إلا وله أسرار. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورة وللناس أعين. معناها لست أنت الوحيد الذي لديك لسان تتحدث به عن أسرار الآخرين، أيضا غيرك لديه لسان ليتحدث عن أسرارك أنت. ثم إصلاح ما أفسد، وهذه مهمة جدا. إصلاح ما أفسد لابد أن تكون فيه حكمة. بعض الناس يقول لك أنا اختلست أموالا، سرقت دراهم، كيف أتوب؟ نقول له تندم وتقنع وتعزم على ألا ترجع، ولكن تصلح ما أفسدت. المال الذي سرقته رجعه إلى أصحابه. يقول لك والله عندي مشكلة، إذا رجعت الأصحاب راح تولي مشكلة مضاعفة. فهنا هذه تقتضي حكمة، إنه كيف أرجع المال لأصحابي بأي وسيلة وبأي طريقة من الطرق، إن كان بالإعلان لهذا الشخص وقد يكون واسع الصدر ويسامحك وبالعكس يفرح أنك تبت من ذلك هذا وتتوطد العلاقة بينكما. إن كنت تعلم أن هذا الشخص من الذين قد يثور في وجهك وتتعقد المسألة وقد يشكوك واللي في متابعات وغيره، فأرسل له المال بأي طريقة من الطرق. وفي إفشاء السر بنفس الطريقة، بالاعتذار. إذا اعتذرت من الشخص، أنت بين شخصين، إما شخص يثور في وجهك وتكثر بين يعني يتفاقم الأمر وتصبح عداوة بينكم وشجار، ربما أشياء ليس لها أول وليس لها آخر، فهذا من الحكمة أن تستغفر الله عز وجل له وتعزم على أن لا ترجع إلى إفشاء سره. وإذا أفسدت علاقة بينه وبين شخص آخر تذهب لإصلاح العلاقة فيما بينهما دون أن تبين أنك أفشيت سرا ولا تسببت في هذه الأزمة. إن علمت أن اعتذارك منه سيطيب خاطره وسوف يجعل علاقتكما علاقة متينة ويؤسس لعلاقة جديدة مبنية على الثقة بينكما، فذلك ما يكون. معناها لابد من الحكمة في التعامل مع الشيء. نعم. يعني الإنسان ما يكونش ردة فعله أو تصرفه وهو يريد أن يتوب تفسد أكثر مما تصلح. لهذا المثل المعروف، من كان آمرا بمعروف فليكن أمره بمعروف. الطريقة التي يأمر بها فلتكون بمعروف. من كان ناهيا عن منكر فلا يكون ناهيه بمنكر، يعني بطريقة فيها منكر. نفس الطريقة وعلى نفس الوزن، الإنسان لابد أن يكون حكيما في التعامل مع إفشاء أسرار الناس. عليه الأهم من هذا هو التوقف، لأنه بالتمادي يزيد الطين بلة والإنسان يترك نفسه حبلها على غاربها وتسير به إلى المهالك والعياذ بالله، لأنه إفشاء أسرار الناس ليس فيه من منفعة إلا المهالك والعياذ بالله. نعم، شكرا. لكن ربي سبحانه قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
وإثمه ما أكبر في منافعه. إفشاء أثر الناس ليس فيه منافع البتة، ما عدا كما ذكرنا في حالة التقاضي وإرجاع حقوق الناس. يعني إذا ألزمت بإفشاء سر لترجع حقوق ناس وتوقف التعدي على حقوقهم فهذا يجوز، أما ما عدا ما فيه من فائدة وما فيه من نفع، لأنه سيؤدي إلى الإضرار بالآخرين ماديا ومعنويا ويفسد العلاقات بين الناس، وإذا اكتشف الناس أنك أفشيت سرهم فإن العلاقة ستسوء بينكم والتوتر وكل ما من شأنه كما ذكرت في البداية أن يشتت العلاقات بين الناس ويحدث العداوة والبغضاء إلا نهت عنه الشريعة وأمرت بعدم الإتيان. بارك الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وينزع سخائم قلوبنا ويفتح بيننا بالخير والحق. آمين آمين. شكرا لك أستاذ. من هذه النقطة أعود إليك أستاذ كشاد، هل يمكن للعلاقات أن تعود وتجبر بعد هذا الكسر كله، بعد فقدان هذا الثقة والأمان، بعد كل هذه الأشياء السلبية التي دخلت على العلاقة؟ ربما حسب شخصية الإنسان وحسب الشيء اللي تكلم عليه أستاذ غداني، أولا سؤال كبير، هل الآخر مستعد أن يتوب؟ نعم، هي المسألة الكبرى. ولكن تكلفة، يعني نعرفها احنا حتى في تكلفة العلاج هي أغلى من تكلفة الوقاية. معناتها أنا لما نعمل هذا العمل والروح ندير كل هذه المراحل غير ذلك تكلف كثير، وعلاش نديرها بكل بساطة؟ يعني تكلفة العودة عن الخطأ هي أغلى، ربما في حالة ضعف مش عارف إلى ذلك، لكن هذه المسألة كما قلنا حسب المتلقي، يعني حسب الإنسان. ربما مش قضية يوم، ربما الإنسان قد تكون أيام غير ذلك في هذه على كل العلاقات حقيقة. ولكن دائما الإنسان الذي يطلب الصفح دائما يقولوا هذو الناس اللي عندهم شخصية قوية، ربما تبان الإنسان يقول لنا كيفاش راح نطلب منه اسمع، ولكن أثبتت كل العلوم العلم النفسي على ذلك أن هذا الناس اللي يطلبوا السماح كما قلت بدرجة هم اللي عندهم شخصية قوية شخصية ليس خطأ والذي يتقبلها أيضا شخصية. هذا ما كنت سأقول، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفعنا إلى مقام العفو، أنك تكون عفو وصفور. نتأمل في سورة النور حينما حدث الله عز وجل عن قصة الإفك وعن قسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه لن ينفق على ذلك المصطح بن أثاثة، فقال الله عز وجل وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. مثل ما أنت تحب أن تغفر أن يغفر لك الله عز وجل خطاياك، وأكيد أن كل إنسان خطأ، تعفو عن من ظلمك وتجاوز عن من أخطأ في حقك واقبل معذرة من اعتذر إليك حتى يقبلك الله سبحانه وتعالى ويغفر لك أنت أيضا ذنبك. وهذا كله حتى يرفع الله عز وجل هذا الإنسان يريد أن يتوب مما كان عليه من خطأ وهو إفشاء السر، أن تقابله بالعفو والصفح. نعم، أكيد لأنه في التوبة من أهم عناصرها العزم على عدم الرجوع إلى مكان. هناك من يعود وربما سعة الصبر وسعة صدر الآخر هي من تؤدبه ربما أستاذ. نعم، قد يكون من أحسن المؤدبين هو الإحسان. نتأمل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. ثم يقول عز وجل ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإنسان الذي يصفح ويعفو هو ذو حظ عظيم. شكرا، وقد يؤدب الناس بهذا. بارك الله فيك. نعم. وهذا خير الكلام الذي نختم. شكرا به. شكرا لكم أستاذي الكريمين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم غدا في حلقة جديدة موضوعها التقليد والأعمى، تداعيته على الفرد والمجتمع وعلى الاقتصاد أيضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.